بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آملنا. اللهم وفقنا يا ربي وسائر المسلمين ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، ويسر لنا تلاوته وحفظه وفهمه وتبليغه والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. خلقنا بأخلاقه، اللهم افتح لنا أبواب حكمه وأبواب فهم فيه يا رب العالمين، برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم العرض عليك، ومؤنسا لنا في قبورنا، ودليلا لنا إلى كل خير يا رب العالمين. اللهم شفع فينا حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم قوي في رضاك ضعفنا، وخذ الخير من نواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا يا رب العالمين، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا وعن والدينا وذريتنا ومشايخنا وآل بيت نبينا وأقربائنا وجيراننا وأحبابنا والمسلمين أجمعين، برحمتك أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب لفقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. فصل في أحكام الشفعة. يقول في الهامش: فصل في أحكام الشفعة، وهي بسكون الفاء، وبعض الفقهاء يضمها على أساس لغة يعني، ولكنها هي مش فصيحة. ومعناها لغة الضم، وشرعا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة بالعوض الذي ملك به. وعشان حق تملك قهري ففيها معنى القهر والغلب بحكم القاضي، يعني هيقهره هنا بحكم القاضي للشريك الجديد، عشان كده جابها بعد الغصب للعلاقة دي، لأن الغصب برضو أخذ مال الغير قهرا مش كده برضو، بس الثانية عدوانا هنا بحق، ففي نوع من العلاقة. فحطه تملي، تلاقي باب الشفعة يجي بعد باب الغصب، كأنه بيقول لك ان الغصب كله حرام الا الشفعة، كأنه عايز الفقيه يقول لك كده يعني. الغصب كله حرام الا في الشفعة اجازها الشارع، لكن هي لو على القواعد تلاقيها حرام، الا ان النبي اجاز لنا الشفعة ورخص لنا فيها لرفع الضرر. كويس، يبقى في احكام معينه تلاقيها لو نظرت الى القواعد العامه تجدها حرام، ويجي النبي يحللها لنا بالرغم انها حرام، تيسيرا على الامه. زي السلم، زي ما قلنا لك، بيع السلم انت بتبيع ما ليس عندك، هو نهى عن بيع ما ليس عندك مش كده برضه؟ فالمفروض يبقى حرام الا ان النبي اباح تيسيرا على الامه. وزي العرايا فيها عله الربا، وأباح النبي في حدود 5 أوسق علشان برضو إيه ييسر على الناس. وزي الشفعة تملك قهري لواحد عمل عقد بيع وتملك، إزاي أنا أتحكم فيه وهو أصلا ليس محجورا عليه، واخد منه بالعافية على حسب القواعد، تبقى غصب مش كده برضو؟ على حسب القواعد. وإكراه، وإحنا عارفين إن في العقود ما فيهاش إكراه، شرط العقد ان العاقدين يبقوا في كمال الاختيار، فلما تبص ليه تلاقيه حرام، لكن النبي اجازه لرفع الضرر.
مش كده برضو؟ فممكن ايه يعني يتعمل بحث في مثل هذه الامور، ايه الاشياء اللي النبي صلى الله عليه وسلم اجازها بالرغم انه حرم مثيلتها، وهي تكون من باب الرخص بقى مش من باب العزائم، وعلشان كده يستحب عدم الاخذ بها، يستحب للشفيع انه يعديها بقى لانها اصلا رخصة، يستحب. لكن لو طلبها للقاضي، القاضي يحكم له. فهمت بقى ازاي؟ طب وليه يستحب؟ يستحب لانها ماشية على خلاف القاعدة، هو النبي عملها لرفع الحرج، لكن لو انت ما عندكش حرج سيبها. واضح؟ فيبقى ايه كل العقود اللي هي ماشية على خلاف القاعدة يستحب ايه تركها، لكن النبي اجاز تعاملها ليه؟ لرفع الحرج عن الامة صلى الله عليه وسلم، ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. اما ده عام الا بقى في احوال، في احوال، واخد بالك؟ يعني في احوال ان الواحد ما ياخد بالعزيمه احسن ما ياخد بالرخصه، وفي احوال تانية ما ياخد بالرخصه احسن، وفيها خلاف كمان كبير. يعني هل الصيام للمسافر افضل ولا الفطر افضل؟ المناقشات، مناقشات كبيره، لان النبي نفسه صام وهو ايه؟ مسافر، مش كده برضه؟ واقر غير، واحيانا كان يفطر وهو مسافر. فالحكايه بقى ايه؟ علشان كده عايزه، لكن النبي لما قال ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه، ليجبر خاطر المترخص، لان النبي جاي يجبر خواطر امته كلها، ويبقى المترخص ليه اسوه بالنبي. مش معنى كده ان الرخصه افضل من العزيمه، لا، لانها على خلاف الدليل بعذر. هو تعريف الرخصه كده، كل ما كان على خلاف الدليل بعذر. وعلشان كده كان كثير من الاولياء والمربين ما يحبوش ياخدوا الرخص الا لما يبقى لرفع العنت، لو هيقع في عنت ياخد، لكن لو ما فيش عنت العزيمه احسن. لكن امتى يبقى حرام انه يترك الرخصه؟ انه ينكرها وينكر على الاخذ بها، واخد بالك؟ ولا ياخذ بها مطلقا مع وجود العنت وهو يقتدى به، يبقى هنا مكروه في حقه، ياخد الرخص بقى. يعني ليها ايه تفاصيل. فهي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث اللي هو اللي اشترى الوقت، كويس؟ بسبب الشركة. ايه السبب اللي هو خلاه يتملك قهرا والقاضي يحكم له؟ انه اصلا شريك قديم. وهيتملك قهري بعوض ولا بغير عوض؟ ما هو لو بغير عوض يبقى غصب، لا ده بعوض، هيدفع له الفلوس اللي دفعها. فهمت بقى ازاي؟ يبقى بعوض. الذي ملك به، بالعوض اللي ملك بيه، مش يقول له ده بس انا شاريها بكذا ودلوقتي غليت، لا، اللي دفعه هو اللي ياخده، ما ياخدش ازيد منه حتى لو غليت في السوق، يبقى بنفس العوض اللي متملكه، مش يتحجج بقى بغلاء الاسعار، والا يبقى تاجر. فهمت بقى ازاي؟ وشرعت ليه بقى؟ لدفع الضرر. النبي قال الضرر يزال، وقال لا ضرر ولا ضرار، وهكذا. والشفعة واجبة. واجبة هنا مش واجبة شرعا يعني بحيث ان يقسم، لا، هي واجبة يعني ثابتة، ثابتة يعني، واخد بالك؟ مش بالوجوب اللي ايه الاصولي. والشفعة واجبة اي ثابتة للشريك، طبعا ثابتة على الفور يعني، لانه لو هو ما طلبهاش على الفور تسقط حقه في الشفعة، دليل انه ريدي. فاهم؟ يعني بمجرد ان انا اعرف ان شريكي باع لغيري وانا ما رحتش اشتكي علشان يحكم لي بالشفعة، واروح بعد شهر واثنين وثلاثة هيقول لي خلاص سقط حقك في الشفعة، لان هي اصلا على الفور. فهمت بقى؟ الا ان انا اثبت ان انا كنت مسافر الفترة دي، واجيب شهود وجواز السفر اهو، وانا جيت من السفر لقيته بايع بقاله سنه وانا ما اعرفش، انا مسبب بقالي سنتين، ساعتها القاضي يحكم له بالشفعه برضه، بس امتى؟ علشان اثبت انه ما كانش موجود ولم يعلم، واخد بالك؟ وشرعت لدفع الضرر. والشفعه واجبه اي ثابته للشريك بالخلطه، اي خلطه الشيوع، انما لو في تفريز وحدود خلاص بقى، يبقى كل واحد بيتصرف في ملكه. لكن اما نبقى احنا مالكين
العقار ده انت تلتين وانا تلته على الشيوع، وتيجي انت تروح بايع نصيبك من ورايا وتجيب لي شريك جديد يشاكسني؟ طب ما انت كده ضرتني. طب ما كنت خدت رأيي يمكن انا اشتريه، او اجيب شريك بمعرفتي يريحني، اجيب اخويا، اجيب ابني، اجيب ابويا، اي حاجة بقى، او اشتريه انا بنفسي. فهمت بقى ازاي؟ يبقى هنا لازم يبقى خلطة على الشيوع، انما من غير افراز، من غير فز وتجنيب يعني. خدت بالك؟ ثابتة للشريك بالخلطة، اي خلطة الشيوع، دون خلطة الجوار. دون خلطة الجوار علشان يبين تميز مذهب الشافعي على الاحناف، لان الاحناف اجازوا للجار الشفعة. كويس؟ يعني انا لو بعت العمارة بتاعتي دي وجاري اشتكى ان هو اولى بالشفعة وكنت اولى ان انا بيع له، واخد بالك، يقوم القانون بتاعنا بيحكم بالاحناف. القانون بتاعنا مش واخد مذهب الشافعية فيه، واخد في الشفعة بمذهب الاحناف. يروح جاي قانونا القاضي، يروح حاكم له ياخد العقار ده من الشريك الجديد، من اللي شريك جديد بنفس الثمن اللي دفعه. واضح؟ لكن على مذهبنا احنا لا، لان في حدود. واضح؟ يبقى الجار ملوش شفعة على مذهب الشافعي. دون خلطة الجوار فلا شفعة لجار الدار، ملاصقا كان او غيره، سواء كان ملاصق ليه او قدامه او بينه وبينه دار تانية، ما تفرقش بقى عندنا. واخد بالك؟ من حيث الشفعة يعني. وانما تثبت الشفعة، تثبت الشفعة في ايه بقى اللي هو المشفوع فيه؟ فيما ينقسم، اي يقبل القسمة دون ما لا ينقسم. طبعا على الوجه الراجح، لان في وجه ده الوجه الاصح، لكن في وجه مقابل الاصح بتثبت مطلقا فيما يقبل القسمة وفيما لا يقبل القسمة، لان هي اصلا شرعة لرفع الضرر. كويس؟ لكن الراجح عندنا فيما يقبل القسمة، لكن فيما لا يقبل القسمة مفيش فيها شفعة. على الراجح عندنا من حيث على الاصح، يقول لك على الاصح، دليل ان في مقابل الاصح الصحيح. واضح؟ كمان للمختصرات تكتفي بالوجه الراجح في المختصرات. اما تيجي تقرا في الكتب الكبيره للشافعيه تجد كل مساله، قلما تجد في كل مساله الا اكثر من واجب. احيانا يجي في مساله واحده اربع وجوه وست وجوه وثلاث وجوه. فعشان كده مذهب الشافعيه غني، غني بالاراء، بحيث انك انت لو مشيت على اي مذهب تاني ممكن تلاقي وجه عند الشافعي وتفضل شافعي برضه وانت بتاخد ايه المذهب التاني، لانه غني بالوجود من حيث بقى الدراسة المتسعة في المذهب. فيما ينقسم ان يقبل القسمة دون ما لا ينقسم. طب هي ثبتت ليه فيما ينقسم؟ لرفع ضرر القسمة، لان انا ببيع نص داري، انا وانت شاريين الدار دي مناصفة. كويس؟ ورحت انا بايع نصيبي من غير ما ادي لك خبر. احنا عايشين مع بعض اصلا، الدار على بعضها كده حلوة، السلم واحد والمدخل واحد ومستريحين، سلم واسع، واخد بالك، فعايشين مستريحين وموافقين على الوضع ده. تيجي انت تروح تجيب لي شريك ينكف يقسم السلم نصين، بدل ما كنت اطلع كده بتاع اطلع بجنب، وممكن يشتري النص ويقول انا عايز افرز، يقوم يعمل لي ضرر في القسمة. فهمت ازاي؟ فجات الشفعة فيما ينقسم لرفع الضرر ولتجنب تكاليف القسمة، لان ما نقسم ما احنا هنبني، وبدل ما يبقى عندنا مواسير لحمام واحد هيبقى هنعمل ايه، بلعات جديدة ونظام سباكة جديد علشان يبقى انا عندي حمام وهو حمام. فهمت بقى ازاي؟ وهكذا هيبقى في ضرر في القسم. فجات الشفعة فيما ينقسم لرفع ضرر وتكاليف القسمة عن الشريك القديم، لانه مستريح كده، فما تقلقوش. ادي ايه السبب يعني. فيما ينقسم ان يقسم. طب وما لا ينقسم؟ ما هو محامي نفسه ما لا ينقسم ده، لانه لما يجي يبيعه مش هيلاقي شاري يشتريه، لانه مش هيعرف ياخد حق من جواه. ده ما لا ينقسم.
او مدي لك انا مثال حمام صغير، ما ينفعش يبقى حمامين، مش يعني حاجه غير قابله للاسم، واخد بالك؟ وطبعا لازم تلاقي الشفعه تملي في العقار، انما المنقولات ما فيهاش فيها شفعه. اي شيء منقول ما فيهوش شفعه. يعني احنا الاثنين شاريين سياره مناصفه، انت بتستعملها يوم وانا يوم، وماشيين على كده مبسوطين. انت تاخدها يوم السبت، انا اخدها يوم الاحد، انت تاخدها الاثنين، انا اخدها التلات، او انا اخدها 3 ايام في الاسبوع وانت تاخدها 3 ايام ويوم الجمعه صيانه، محدش يركب، متفقين على كده وعايشين مبسوطين. كويس. جيت انت عايز تبيع نصيبك من السياره، مفيش فيها شفعه لانها منقول، مفيش بقى فيها شفعه هنا لانها من المنقولات. كويس. ليه؟ لانها السياره مهما كان اي منقول غير مؤبد، ما يدومش يعني مده طويله، كله مؤقت. فده حتى لو في ضرر فضرر مؤقت سهل ازالته، انما ايه العقار والارض سنوات طويله ممكن تتوارثها اجيال، فلو فيها ضرر يبقى ضرر هنا مده طويله، وعلشان كده تثبت في ايه؟ في غير المنقول الشفعه، انما المنقول لا تثبت. كويس؟ لان المنقول ضرره مؤقت والعقار ضرره ايه؟ مؤبد طويل يعني. واضح؟ دون ما لا ينقسم كحمام صغير فلا شفع فيه، فإن أمكن انقسامه كحمام كبير يمكن جعله حمامين ثبتت الشفع فيه. نقف في الحد هنا، على أي حال لو قدرنا نخلص لحد هنا نبقى احنا يعني شاطرين. نشوف بقى كلام الشيخ البيجوري، بيقول: فصل في أحكام الشفعة، أي في بيان جنس أحكامها المتحقق في بعضها، لأن المصنف لم يذكر جميعها، يعني المصنف هنا ما قالش جميع الأحكام لأنه مختصر. كويس؟ كأنه بيقول إيه؟ في جنس الأحكام وليس كل الأحكام. المتحقق في بعضها، لأن المصنف لم يذكر جميعها بل ذكر بعضها، وذكر أيضا كيفيتها وهي كونها على الفور، فاقتصار الشارح في الترجمة على الأحكام لكونها هي المقصودة بالذات، وهي مأخوذة اللي هي الشفعة نفسها من الشفع الذي هو ضد الوتر، الوتر والوتر قراءتان، الشفع والوتر والشفع والوتر قراءتان متواترتان، ممكن تقول وتر ووتر. وهي مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر، لأن نصيب الشفيع يصير شفعا مع النصيب المشفوع بعد أن كان وترا، أو مأخوذة من الشفاعة، يبقى إما مأخوذة من الشفع أو من الشفاعة. كويس؟ الشفع علشان بيضمه، بيضم النصيب، وبعد ما كان نصيبه حاجة واحدة بقى نصيبه حاجتين فشفعه. كويس؟ أو جاية من الشفاعة لأنهم كانوا في الجاهلية يأخذونها بالشفاعة عند المشتري، يروح للمشتري الجديد يقول له أرجوك بدل ما أنت اشتريت كده وتيجي تقلقني، ويسوق عليه الناس بقى والأكابر يشفعوا عنده علشان ياخد هو اللي اشتراه، فمأخوذة من الشفاعة. فهمت بقى؟ فتحتمل انها مأخوذة من الشفاعة او تبقى الاثنين لان فيها المعنيين، لانهم كانوا في الجاهلية يأخذونها بالشفاعة عند المشتري، المشتري الحادث يعني. والاصل فيها اللي هو الدليل خبر البخاري، صحيح البخاري: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. طبعا ده نص واضح ضد الأحناف. كويس؟ أحناف ما يعني، لكن في روايات تانية بقى للأحناف خدوا بيها، وإن كانت ضعيفة الإسناد إلا إن الأحناف ياخدوا بالحديث الضعيف، خلافا لمن يقول إن مدرسة الرأي مش عارف تعمل إيه، بل بالعكس فالاحناف كانوا بياخدوا حتى بالحديث الضعيف في الفروع. ما هو الشافعي بقى فهم حكايه ان الشفعه للجار اللي هو ايه؟ الجار اللي هو الشريك، مش الجار اللي هو خارج الحدود. فالشافعيه برضه فهموا الحديث بطريقه، والتانيين وهو برضه قال الجار اولى بثقبه، قريناه في ابو داوود سنن ابي داوود، ثقبه يعني بجواره، اولى بجواره.
واخد بالك؟ يعني الاحناف ليهم ادله برضو تانية، يعني المناقشات كبيره جدا لما تقراها في الفقه المقارن بين الشافعيه وبين الاحناف، تجد ايه يعني ده عنده يعني حق وده عنده حق. والاصل فيها خبر البخاري قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعه فيما لم يقسم، فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه، اي حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعه في المشترك الذي لم تقع فيه القسمه بالفعل مع كونه يقبلها كما هو الاصل في المنفي بلم، يعني فيما لم تقع فيه القسمه. كلمه لم تقع فيه القسمه معناه انه قابل للقسمه، لان استعمال لم اصلا في النفي تملي يدخل على الشيء القابله للمقابل، انما لا لما تدخل معناه غير ممكن المقابل، وان كان برضو في استثناءات لان اللغه واسعه احيانا يدخل لم على حاجه غير قابله للمقابل، بس ده على القليل في اللغه، زي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد مثلا، ما هي داخله هنا على ما لا يمكن له المقابل بلم، لكن احنا نقول ايه وحده لا شريك له، لا شريك له ماشي على القاعده، فهمت بقى ازاي؟ وعلشان كده بيقول ايه فيما لم يقسم، فيما لم يقسم ده كلام النبي، وفيما لم يقسم مش قال فيما لا يقسم، كانه مع انه قابل للقسم يبقى لرفع دره القسمه، فهمت بقى؟ الذي لم تقع فيه القسمه بالفعل مع كونه يقبلها. طب وعرفنا منين كونه يقبلها؟ ان النبي نفاها بلم، مش قال لا يقسم، قال لم يقسم، واخد بالك؟ يبقى ادوات اللغه وفهمها مهم في فهم الشرع الشريف، لان فهم اللغه اداه من ادوات فهم الشرع، اللي هيدخل الشرع وهو مش محترف في اللغه هيجيب لنا شرع جديد، وده اللي بيحصل من بعض المتسرعين، ان هو ما درس اللغه وهي اداه هامه، ويبتدي بقى ايه يدخل ويفتي الناس وياخد من الحديث ويقول على طول، هو مش عارف قواعد اللغه، يقوم ايه يغلط جامد. كما هو الاصل في المنفي بلم عكس المنفي بلا، فان الاصل فيه كونه لا يقبله نحو لا شريك له، يبقى المنفي بلا لا يقبل النقيض زي لا شريك له. وقد تدخل لام على ما لا يمكن، دي بقى مثال استثنائي كأن ده النادر، يعني نحو لم يلد ولم يولد، وعلى ما يمكن وممكن، ولا على ما يمكن، ولا ممكن تدخل على ما يمكن زي لا يمسه إلا المطهرون. طب ما هو ممكن يمسه غير المطهرون من حيث الإمكان العقلي، مش كده برضه؟ يبقى ممكن تدخل على ما لا يمكن، على ما يمكن، ولا على ما يمكن، ولا يعني وحرف لا الناهية يدخل على ما يمكن نحو لا يمسه إلا المطهرون، كل دي استثناءات عن القواعد اللغوية. على خلاف الأصل فيهما، وقول فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، أي فإذا وقعت حدود القسمة بين الشريكين وبينت الطرق فلا شفعة، وهذا كناية عن حصول القسمة، فكأنه قال فإذا قسم فلا شفعة، وذكرت الشفعة نفسها باب الشفعة يعني وأحكامها ذكرت عقب الغصب لأنها تثبت قهرا، فيأخذ الشفيع الشقص، الشقص اللي هو النصيب، يعني الشقص اللي هو النصيب، فيأخذ الشفيع الشقص المشفوع قهرا على الشريك الحادث، فكأنها مستثنى منه، وأركانها يعني مستثناء من التملك القهري ممن ملك، واخد بالك؟ مستثنى منه. وأركانها ثلاثة، شفيع وهو الآخذ، ومشفوع وهو المأخوذ، ومشفوع منه اللي هو الشريك الحادث اللي هو المشتري وهو المأخوذ منه، وشرط في الشفيع وهو الركن الأول أن يكون شريكا بخلطة الشيوع لا بالجوار، علشان مذهبنا كده
الشرط في الشفيع ايه؟ انه يكون شريك على الشيوع مش بالجوار، لان بالجوار معنى وقعت الحدود، مش كده؟ برضو الحديث بيقول كده، كما اشار اليه المصنف بقوله والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار. وشرط في المشفوع اللي هو الحاجة اللي احنا هنشفع فيها وناخدها، وهو الركن الثاني، ان يكون مما ينقسم، اي مما يقبل القسمة اذا طلبها الشريك دون ما لا ينقسم، دع الراجح يعني على الاصح. وان يكون مما لا ينقل من الارض، يعني ما يبقاش منقول، لازم ما يبقاش منقول، بخلاف ما ينقل فلا تثبت فيه الشفعة. العلة ايه؟ لان المنقول لا يدوم، المنقول لا يدوم بخلاف العقار فيتأبد فيه المشاركة، فيفضل يعمل قلق مدة طويلة. لما يجي لي شريك مناكب مدة طويلة في حاجة عقار، ده في الاخر يقتلوا بعض، مش كده؟ برضو بيحصل حاجات سيدي، يعني احنا عندنا احد تلامذتنا من البحيرة بيحضر دروسنا وكان معتكف معانا، طالب يعني اتخرج، ابوه في مشكلة جوار، ناس جيرانهم ففتحوا شباك على ملكهم بدون اذنهم وده يأذيهم، فحصل ايه؟ خلاف، وراحوا بقى لعمدة البلد والكبار البلد ضغطوا على الناس اللي فتحوا الشباك، قفلوا الشباك، بقت عداوة بين العيلتين، لدرجة ان ادى في الاخر ان تربصوا بالراجل اللي هو صاحب الارض دي اللي قال لهم يقفلوا الشباك، وضربوه بشومة ومات، قتلوه. شوف قد ايه بقى المسألة. عشان كده جاء الشرع لرفع بقى ايه الخلاف، ولازم نرضى باحكام الشرع مش نمشي على حسب هوانا، والا بنقع في مشاكل كتيرة تؤدي حتى الى اراقة الدماء. مفيش اكتر من كده، يعني مؤصل القتل ده من الحاجات اللي هي ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعفو للانسان كل حاجة الا دم، يعني يجي القاتل يوم القيامة يعني يكاد يكون على جبهته يائس من رحمة الله القاتل ده، فربنا ينجينا. فما بالك بقى اللي قتلوا ملايين الناس زي هتلر وغيره وغيره، وزي بعض القواد اللي ياخدوا قرارات حروب بطريقة عفوية بدون استعداد ويموت مثلا مئات الالوف والحاجات دي، واللي رموا القنابل على مش عارف ايه مواويل بقى اصرفوا على انفسهم. ده احنا بنتكلم في واحد قتل نفسه بس وعدى، ايه نفس دي؟ ده نفس دي ولا حاجة، ده بيسلكوا باسنانهم، ده في خبطة واحدة كده بيموت له بالملايين، فربنا ينجينا يا سيدي. ممكن ينتفي بوجود تمييز معنوي، كمجرد انت خدت الجانب القبلي وانا خدت الجانب البحري مثلا، طالما مش مقسم، مش مقسم، لان انت من حيث الحيازه لكن انتوا عاملين فرز وتجنيب، عاملين قسمه ولا مش عاملين، ولا ده مجرد حيازه بس؟ الحيازه يفضل شائع، يفضل شائع، لازم تمييز بعقد، تبقوا عاملين عقد اسمه فرز وتجنيب وجايبين شهود وكل حاجه ومتفقين، بحيث هو يقدر يتصرف في ملك وانت تقدر تتصرف في ملك، خدت بالك؟ بخلاف ما ينقل فلا تثبت فيه الشفعة، كما ذكره المصنف بقوله فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، وفي كل ما لا ينقل من الارض، يبقى كل عقار يعني. وشرط في المشفوع منه اللي هو مين بقى؟ الشريك الجديد المشتري، ده المشفوع منه، ده الوجه الجديد اللي ظهر في المسألة، جاء وجه جديد لوسط شركاء قدامى، واحد من الشركاء بيبيع فظهر وجه جديد مشتري، ده اسمه المشفوع منه، كويس؟ وهو الركن الثالث، يشترط فيه ايه بقى؟ خد بالك، تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الآخذ، مش تأخر الملك، لا، سبب الملك، في فرق بين الملك وسبب الملك، واخد بالك؟ لأنه قد يكون سبب الملك أسبق من الملك في بعض الصور هيديها لك، علشان كده يقول لك تأخر سبب ملك، علشان يبقى، وتأخر سبب الملك تملي يبقى بعقد بيع، فهمت ازاي؟ ادي سبب الملك،
لكن قد يكون في زمن الخيار فلسه ما استقرش، والتاني باع بيت بلا خيار، واخد بالك ازاي؟ بعد ما كان باع للتاني والتاني في ثمن الخيار، وقت الخيار ده الشريك الاخر باع بيع بات يعني بلا خيار، كويس؟ يبقى التاني تملك قبل الاولاني، فهمت بقى المسألة؟ لكن سبب الملك للاولاني قبل التاني، فيبقى تثبت الشفعة لمين؟ للاولاني على التاني. فلو جه اشتكى ياخدها بالشفعة، ياخد النصيب التاني كمان بالشفعة على نصيب، فهمت بقى الحكاية؟ يبقى لازم سبب الملك غير بقى الملك، فهمت؟ هنقرا الحتة. وهو الركن الثالث تأخر سبب ملكه عن سبب الآخذ، فيكفي في أخذ الشفيع بالشفعة تقدم سبب ملكه عن سبب ملك المأخوذ منه، وإن تقدم ملكه على ملك الآخذ، وإن تقدم ملكه بالفعل على ملك الآخذ، لكن السبب الثاني موجود زي المثال اللي قلته لك، وهو هيقوله برضه نفس المثال ده. فلو باع أحد شريكين نصيبه لزيد بشرط الخيار للبائع أو لهما، إحنا عندنا لما يبقى الخيار في فترة الخيار الملك للمشتري ولا للبائع ولا موقوف؟ ثلاث وجوه عند الشافعية، ثلاث وجوه أيام ما كنا بنقرأ في باب الخيار. يعني إحنا في حاجة اسمها زمن الخيار في عقد البيع، طب وقت زمن الخيار ده الملك يثبت لمين؟ للبائع لأنه أصلا صاحب البضاعة الأصلي، لأن في أي وقت التاني يقول له يفتح الله، فهم؟ ولا يثبت للمشتري لأنه في ضمانه، لأنه لما استلم البضاعة بقت في ضمانه، فلو هلكت يضمنه، فهمت إزاي؟ فتثبت لمن عليه الضمان ولا تثبت لمن عليه الملك الأصلي لأنه ممكن يفسخ في أي لحظة، ولا موقوف؟ الملكية في فترة الخيار دي موقوفة، بيسموها لحظة الخيار دي لحظة موقوفة، ما نعرفش ملك مين لسه، كويس؟ ثلاث أوجه عند الشافعية، بكل قيل، والراجح أنها تثبت للمشتري، ده اللي إيه اللي عليه الفتوى بقى، تثبت للمشتري بضمانه، الخراج بالضمان، مش كده برضه؟ فيجي هنا إيه؟ علشان كده بيقول لك ايه، فلو باع احد شريكين نصيبه لزيد بشرط الخيار للبائع او لهما، طالما الخيار للبائع او لهما يبقى ما دخلش المشتري، يبقى معناه الامور لسه معلقه، كويس؟ لان لو قال المشتري بس يبقى ثبتت لي، واضح؟ لو كان الخيار للمشتري بس تبقى ثبتت للاثنين، تفضل برضو للاثنين قد بعض، الخيار للاثنين لطرفي العقد او البائع بس والتاني مصمم جازم، لكن فترة الخيار للبائع بس، واضح؟ فباع الاخر، ام الشريك التاني في وقت زمن الخيار ده باع لعامر نصيبه بيع بات بلا خيار، فعمر بقى متملك والتاني لسه في زمن الخيار المشتري اللي هو زيد، طب تثبت الشفاعة لمين؟ على مين؟ زيد على عمرو ولا عمرو على زيد؟ تثبت لزيد لأن سبب الملك سبق، فهمت بقى الحكاية؟ فلو باع أحد شريكين نصيبه لزيد بشرط الخيار للبائع أو لهما، فباع الآخر نصيبه لعمرو في زمن الخيار بيع بتن يعني بلا خيار، بيع لازم سموه بيع لازم، فالشفعة للمشتري الأول وهو زيد إن لم يشفع بائعه على المشتري الثاني، إن لم يشفع البائع الأول اللي هو الشريك الأول على عمرو، فهمت؟ لأنه لسه في زمن الخيار، ما هو البائع لسه في زمن الخيار، يبقى سبب ملكه لسه موجود، فهمت؟
يبقى الشريك الاول اللي باع لزيد ممكن يشفع لعمرو برضه، لكن افرض ما شفعش، ما هو باع بقى وخلصنا، يبقى تثبت لزيد على عمرو. فهمت بقى الحكايه؟ وهو زيد ان لم يشفع بائعه على المشتري الثاني، اللي باع لزيد ممكن يشفع في زمن الخيار، ما احنا قلنا الخيار للبائع لهما، فلسه الشريك الاول البائع ده اللي باع لزيد لسه له علاقه علقه لانه في زمن الخيار. فلما عرف ان شريكه الثاني باع نصيبه لعمر ممكن ياخد اللي اشتراه عمرو بالشفعة. فهمت ازاي؟ طيب افرض ان ده ما باعش، يبقى تثبت لزيد. فهمت بقى الحكايه؟ ان لم يشفع بائعه على المشتري الثاني وهو عمرو لتقدم، السبب ايه بقى؟ ان ثبتت لزيد لتقدم سبب ملك الاول اللي هو زيد عن سبب ملك الثاني، لان عقد البيع اللي تم بالخيار ده قبل، تم قبل عقد البيع بتاع عمرو. فهمت ازاي؟ فيبقى احنا لينا مين اللي اقدم عشان نثبت ليه الشفعة. وان تاخر ملك الاول عن ملك الثاني، تاخر ملك الاول عن ملك الثاني حيث الفعل بقى لايه؟ بزمن الخيار. فهمت الصوره؟ فلو اشترى اثنان دارا، هيدي لك صوره ثانيه. فلو اشترى اثنان دارا او بعضها معا فلا شفع لاحدهما على الاخر، علشان الاثنين تملكوا في لحظه واحده. فهمت بقى؟ فلا شفع لاحدهما على الاخر لعدم السبق، وليست الصيغه ركنا فيها، يعني الصيغه ليست ركن في الشفعه، مجرد بس ان هو رفع دعوه تثبت له، مجرد انه استلم بايده تثبت له، يعني مش شرط يتلفظ، واخد بالك، مجرد انه جاب الثمن في جيبه واداه للشريك الحادث تثبت له من غير تلفظ، بخلاف عقود البيع المعتاده عايزه لفظ. فهمت؟ وليست الصيغه ركنا فيها، لانها انما تجب في التملك، فلا يملك الشفيع الشخص إلا بلفظ يشعر به. كتملكت أو أخذت بالشفعة مع أحد أمور ثلاثة، إما قبض مشتري الثمن أو رضاه بكون الثمن في ذمة الشفيع أو قضاء القاضي له به إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيها وطلب، درجة ان ممكن يديله بالاقساط كمان، يعني يقول له بس انا مش جاهز الفلوس معايا، انا اللي هاخد بالشفعة اهو، التاني اشترى ودفع كاش، انا هاخد بالشفعة بس هدفع للشريك الحادث بالقسط ومش ازيد من اللي دفعه. طب وليه؟ ما في ضرر اهو. طب وانت ايه اللي دخلك يا شريك؟ ما انت اللي ضريت نفسك، انت دخلت ليه على حاجة شيوع تشتريها؟ انت اللي جازفت. فهمت؟ فالاحسن ما تخشش من الاول. فهمت؟ يبقى الشفعه لازم بطلب الشفيع، لكن لو ما طلبش خلاص يبقى كانه راضي، ادام راضي خلاص. فهمت؟ لازم بالطلب، يعني لازم يعمل عريضه ويقدمها عن طريق محامي علشان القاضي يحكم له بالشفعه. قوله وهي أي الشفعة، وقوله بسكون الفاء زي ما بننطق كده الشفعة بسكون الفاء أي مع ضم الشين المعجمة. قوله وبعض الفقهاء يضمها الشفعة بيضم يعني الفاء أي الفاء، فيقول شفعة بضمتين، لكن السكون أفصح، بل غلط من حركها، والمراد أن بعض الفقهاء ينقل ضمها عن أئمة اللغة لأن ذلك من اللغة لا من اصطلاح الفقهاء. الفقهاء بينقلوا ان اللغه تسمح كده، لكن عند الفقهاء ما بينطقوش الا الشفعه بس، يبقى نقل لغوي مش نقل فقهي، لكن هي ابواب الفقه يقول لها شفعه بسكون الفاء، لكن اللغه اوسع.
قول ومعناها لغة الضم، يقال شفعه إذا ضمه. ومناسبة المعنى الشرعي للمعنى اللغوي ما فيه من ضم أحد النصبين إلى الآخر. قول وشرعا تعرفها الشرعية يعني. عطف على لغة. وقول حق تملك، حق تملك قهري ولا قهري، هي تنفع الاثنين وليها توجيهات، لكن الأحلى تبقى قهري، لأن الحق هو لقهر مش التملك اللي قهر، واخد بالك؟ حق تملك قهري أي استحقاق تملك. وقول قهري بالرفع على أنه صفة لحق، وهو أولى من قراءته بالجر تملك قهري على أنه صفة التملك، لأن التملك باختيار الشفيع. أصلا ما يقول لي حق تملك قهري كأن التملك قهري عليا لازم أتملك. طب ما الشفيع افرض ما قدمش، افرض راضي، يبقى ما فيش قهر، فخليها هو حق قهري لو طلبه، يبقى من حقه ان يطلبه. فهمت بقى دقة الفقهاء في ان على انه صفة التملك، لان التملك باختيار الشفيع، ما فيش قهر في التملك، ده القهر في الحق لو طلب. وان كان قهريا بالنسبة للمشتري، وإن أجيب عنه بأن المراد قهري سببه، يعني سبب هذا التملك سبب قهري، وهو حق قهري، يعني عايز يوجهها يعني بطريقة علشان تجبر إيه قراءة اللي يكسرها ويخليها صفة التملك. فاهم؟ وإن أجيب عنه بأن المراد قهري سببه كعيشة راضية، أي راض صاحبها. فيرجع للأول برضه إن هي تعود على إيه؟ على الحق مش على التملك. قول يثبت يعني هذا الحق بيثبت إيه؟ أي الحق. فالجملة صفة له، والعفو عنها أفضل ما لم يكن المشتري نادما أو مغبونا، يبقى هو العفو عنها إيه؟ أفضل، يعني عدم الأخذ بالشفعة أفضل بالرغم إلا إنها رخصة، يبقى العفو عنها أفضل، كما نص إيه أئمة المذهب، يعني كتير من أئمة المذهب نصوا على هذا. والعفو عنها أفضل ما لم يكن المشتري نادما أو مغبونا. طب إمتى يبقى الأفضل ياخد بيها؟ لو المشتري ندم وهو مسلم وانت عايز تنصح له، تبقى استعمل بقى الحق وارفع عنه الغبن وارفع عنه الندم وقول له خلاص يا سيدي ما تزعلش، أنا حدي لك اللي دفعته ومع السلام. يبقى ساعتها هنا يستحب إيه؟ مراعاة لرفع الغبن عنه أو إيه؟ لرفع الحزن عنه، لأنه وجد إنها عقد يعني ليس فيه مصلحة، بان للمشتري الحادث انه ملوش مصلحة فيه، انه تسرع فيه. واضح؟ يبقى في الحالة دي افضل ليه ياخد بالشفعة. ليه؟ لتعلقها بايه؟ بحق انسان اخر، هو ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك، ولانها تتعلق بالنصح للمسلمين، مش بقى ايه يشتمت فيه يقول له خلاص مش انت مغبون بقى وانت اللي دخلت من غير اذني اشرب بقى. الانتقام ده مش طبيعه المسلمين. اما تقرا في الفقه تلاقي المسلم ما يحبش ينتقم ويستغل الفرص ابدا. انت ندمان مش كنت تستاذني؟ طب على ايه يا عم ما تزعلش اللي انت دفعته الدخول. فتلاقي ايه علاقتهم حلوه جدا، مش علاقات عداوه، علاقات تسامح. وقوله للشريك القديم على الشريك الحادث، يعني بتثبت للشريك القديم على الشريك الحادث، كل منهما متعلق بيثبت. وتثبت ايضا لذمية على مسلم. افرض جارك مسيحي، شريكك مسيحي، بقى مواطن الوقت. احنا ايه لو بنكتب فقه جديد نقول ايه؟ لمواطن، لان في عقد المواطنة الوقت، مش في عقد ذمة، لان بقى لا ذمة ولا دين، هو خلاص القيامة قربت. تملي تلاقي الذمة اللي هي يعني الأمانة والحاجات دي قلت، ترفع الأمانة من علامات القيامة يعني، والديانة تقل والفتن تكتر، فبقى لنا ذمة ولا دين عادي يعني ما جراش حاجة، بس ربنا يثبتنا على الحق. يبقى احنا مكان ذمي نقول عليه ايه بقى؟ مواطن مسيحي أو يهودي أو بوذي، واخد بالك؟ طالما مواطن يعني مسلم، قصدي ايه؟ مصري أو هندي في بلاد الهند أو سندي في بلاد السند، وهكذا بقى اللي هي عقود المواطنة. تثبت له على إيه؟
تثبت للمواطن ده على أخو المسلم كما تثبت للمسلم على المواطن التاني برضه. واخد بالك يعني ايه؟ الديانة مش هي الفارق في ثبوتها، لان هي اصلا شرعت لرفع الضرر، والشرع لا يقبل الضرر لا على مسلم ولا على غير مسلم. فهمت بقى ازاي؟ مش علشان بقى ايه يعني غير مسلم يلا خليه يشرب، لا احنا مش عايزين حد يبقى مضرور، احنا عايزين نبقى عايشين حلوين. ادي ايه طريقة المسلمين. وتثبت لذمية على مسلم بان كان الشريك القديم ذميا والشريك الحادث مسلما، وكذلك عكسه. وتثبت كمان لمكاتب على سيده، مكاتب اللي هو عبد بيشتري نفسه من سيده باقساط، ده اسمه المكاتب. كويس. بان كان الشريك القديم مكاتبا والشريك الحارث سيده. افرض الواد المكاتب ده كان شريك في قطعة ارض تانية مع واحد تاني، فجاء سيده اشترى من شريك العبد بتاعه المكاتب من غير اذن الواد العبد ده، تقوم تثبت للواد المكاتب ده على سيده. شفت بقى؟ لان المكاتب له احكام الحر والعبد في آن واحد. فهمت بقى ازاي؟ يعني بقى في شبه بالحرية لانه على وشك كده يتركها، وفي وجه شبه بالعبودية لانه الرق يفضل في رقبتي ما اذا كان عليه حتى ولو قسط واحد. واضح؟ عشان كده ايه؟ ولمكاتب على سيده بان كان الشريك القديم مكاتبا. تنفع مكاتبا ومكاتبا، يعني تنفع الاثنين ما تجرش، ولكن خليها مكاتبا احسن، لانه هو المكاتب تملي يبقى المالك السيد. والشريك الحادث سيده، وكذلك عكسه برضه تثبت لسيده على عبد المكاتب. لو كان سيده شريك في حتة وقال عبد المكاتب ده رايح يشتري من شريك سيده من غير اذن سيده، قل له ازاي يا ابني هتتعدى علي؟ ده انا الشريك القديم على بابا، ما هو تملي بيبقى سيده ده هو ابوه اللي مربيه يعني، مش كده برضه؟ وهكذا. وكذلك عكسه. وتثبت كمان، خد بالك دي كلها صور عايزة شرح. وتثبت كمان لناظر المسجد إذا باع شريكه نصيبه. لناظر المسجد إذا باع شريكه شريك المسجد، مش شريك الناظر. الناظر مش مالك. فهمت؟ احنا بنتكلم على ناس أصحاب أملاك، الناظر هنا مش مالك. ولناظر المسجد إذا باع شريكه. هو ناظر المسجد ينفع يبيع حاجة؟ ما ينفعش يبيع. يبقى كأن المسجد متصور هنا الصورة إن المسجد ده تبعه قطعة أرض ليه نصها في المشاع مع واحد تاني، تبع المسجد. فهمت؟ يعني إحنا بنينا المسجد ده وجنبيه دار، الدار دي كان نصيبي فيها النص، رحت انا خليتها تبع المسجد، بس نصيبي في النص ده مشاع مشاع. فهمت ازاي؟ فجاء الراجل اللي هو الشريك التاني راح بايع نصيبه للشريك تاني، يوم يجي امام المسجد من حقه يبقى هو وكيل عن المسجد، كأن المسجد ده بقى إنسان، وكيله مين؟ الناظر اللي عليه اللي هو إمام المسجد، ياخد بالشفعة للمسجد. واضح؟ عشان مثلا إيه؟ يستفيد بالدار كلها، عايز يوسع الجامع، المصلين كتروا، عايز يعمل ميضة، يعمل مصلى حريم، يستفيد. فهمت بقى المسألة؟ ولناظر المسجد إذا باع شريكه، يعني شريك المسجد، نصيبه بأن كان، بأن بيشرح لك، بأن كان للمسجد شخص لم يوقف عليه بل كان ملكا له بشراء أو هبة. يعني النصيب بتاع المسجد ده في العقار اللي في المشاع ده كان هبة، أو إن المسجد كان عليه أوقاف أموال بتنفق عليه، فخدنا الأموال دي واشترينا نص الدار اللي جنب الجامع على أمل إننا اليوم ما نيجي نوسع يبقى عندنا حتة.
فهمت بقى ازاي؟ يعني يا اما بشراء او هبه. فتملكوا المسجد بشراء مش بوقف، لان الوقف يستفيد بايه؟ بالمنفعه، وما يستفيدش بالرقبه. الوقف مش مالك. فلو كانت واقفه على المسجد يبقى امام المسجد ما ياخدش حاجه بالشفعه للمسجد. فهمت ازاي؟ لكن لو كانت ملك المسجد هنا ياخد بالشفعه. خد بالك علشان تبقى راجل فقيه دقيق تميز بين المشتبهات، لان الفرق في الدقه في الفقه انك تميز بين المسائل المشتبهه. اللي هو قدام العامي يقول لك ما كله زي بعضه، ده كله زي عنده، كله زي بعضه، وقال له كله عند العرب صابون، يعني العرب الجهله. مش يقول لك كله عند العرب صابون مثلا كده، مع ان بالعكس العرب هم اللي علموا الناس الدقه عشان يميزوا بين ايه؟ الفوارق. لكن احنا لما اتهزمنا في نفسنا طلعنا امثله بعيده عن الواقع التاريخي حتى. لا، في موضوع البيع والشراء ما تنفعش تاخد فيها شفعة. في البيع والشراء. لكن انت في الحالات اللي زي دي ممكن بقى بالصلح بقى. يعني اسمع عقود صلح بقى. تروح يا جماعة ارجوكم انتوا كده هتدوروا المسجد مش عارف، يتملي المسلمين مع عقود الصلح تمشي، لكن ما تبقاش قهري. الشفعة دي قهري. واضح؟ إذا باع شريكه نصيبه بأن كان للمسجد شخص لم يوقف عليه، لم يوقف عليه، كل دي قيود مهمة، بل كان ملكا له، ملكا للمسجد، له هنا تعود على المسجد، مش لناظر المسجد، له للمسجد، بشراء أو هبة، ليصرف في عمارته، فباع شريكه، شريك المسجد، في الدار اللي هي جنب المسجد، حصته، فللناظر، الناظر اللي هو ناظر المسجد او امام المسجد او القائم على شؤون المسجد، المسؤول يعني عن المسجد، فللناظر ان ياخذ له بالشفعه، ياخذ للمسجد بالشفعه، له هنا يعني للمسجد. فهمت الضمائر رايحه فين؟ عشان ما تتلخبطش. عودة الضمير دي مهم في الكتب بتاعة الحواشي. لو مش هتعرف عودة الضمير في كتب الحواشي تلاقي نفسك كأنك بتقرا لغة غير اللغة. فدي مهمة الحكاية دي. فللناظر أن يأخذ له بالشفعة إن رآه مصلحة، بخلاف ما إذا كان موقوفا عليه الشخص ثم باع شريكه نصيبه فليس لنظير الأخذ بالشفعة، لأنه ليس مالكا للرقبة. المسجد مش مالك للرقبة هنا. واضح؟ حينئذ، طيب في سورة ثانية للشفعة برضو تثبت، ولإمام بيت المال، في بيت مال للمسلمين، بيت مال للمسلمين على مثال مثلا وزارة المالية، فمبنى وزارة المالية ده واخد بالك مبنى حكومي مبني على قطعة أرض شرك، الحكومة تملك نصفها وإيه؟ ومالك تاني يملك النصف الآخر. كويس؟ وإمام المسلمين أو وزير المالية بقى سمع إن الشريك باع حصته، ليه؟ إنه يطلب بالشفعة النصيب الباقي لبيت المال ويضمه ويبقى كله خالص لوزارة إيه؟ المالية. ويبقى هنا الوزير هو اللي إيه؟ قايم بالمهمة اللي هو الإمام يعني. فهمت الصورة؟ سهلة؟ وإن كان الوقت بيت المال يعني بتقوم بيه وزارة التضامن الاجتماعي يعني مؤقت يعني، بس طبعا بصورة يعني كاريكاتيرية، مش بصورة زي ما الإسلام عايزها 100%، لكن بصورة كده يعني بسيطة كده ضعيفة. لكن لو قويناها وعملنا الفكرة هتبص تلاقي بيت المال يدخل تبع وزارة إيه؟ التضامن، اللي هي بتقوم على مصالح الفقراء يعني، مش هيبقى تبع وزارة المالية، لأن وزارة المالية ليها وظائف أخرى. ولإمام بيت المال يعني، ويثبت الشفعة لإمام بيت المال، لبيت المال مش لنفسه طبعا، إذا باع شريكه، شريك بيت المال،
حصته بأن كان لبيت المال شريك في أرض، فباع شريك نصيبه فللإمام الأخذ بالشفعة إن رآه مصلحة. واضح؟ وصورة ثالثة ولا رابعة ولا خمسة، كل دي صور عايز يديها لك عشان إيه؟ ينشط ذهنك في تصور المسائل. واضح؟ ولشريك في وقف، يعني وتثبت الشفعة لشريك في وقف يقسم أفرازا. هنا شريك ملك لكن في جزء وقف ليقسم ايه؟ أفراز. ولشريك في وقف يقسم أفرازا بأن كانت الأرض مستوية الأجزاء، إذا باع شريك له آخر نصيبه بأن كانت الأرض مشتركة بين ثلاثة، لكن تلتها وقف على شخص وثلثاها الباقيان لشخصين آخرين، فباع أحدهما ثلثه لآخر، فيأخذ شريكه المالك للثلث الباقي الثلث المبيع على المعتمد بقدر نصيبه. يعني فهمت الصورة؟ يعني الأرض دي ثلاث فدادين مشاع، فدان منهم وقف بس في المشاع، وفدان منهم ملك واحد، وفدان منهم ملك واحد. الوقف ده علشان علاج المرضى الأورام مثلا. واضح؟ فجاء واحد من اللي يملك الفدانين باع الفدان بتاعه. الشريك المالك الوقف ده ما ينفعش، مش مالك، ما ينفعش يطلب شفعة، ما ينفعش مصلحة القائمة على علاج مرضى الأورام تطالب بشفعة، لأن ده وقف مش إيه؟ مش ملك. والوقف لا يملك الرقبة، يملك المنفعة. واضح؟ يبقى هنا اللي يملك الرقبة اللي هو أحد الشريكين التانيين اللي هم عندهم الفدانين التانيين، هم دول ملاك. فباع واحد منهم الفدان بتاعه. كويس؟ فقام التاني عايز ياخد بالشفعة، ياخد بالشفعة إيه؟ كل الفدان ولا ياخد تلت المبيع؟ لأنه أصلاً ليه نصيبه تلت الأرض. فهمت بقى ازاي؟ يبقى له يأخذ في الشفعة بقدر نصيبه في الشيوع. فهمت بقى المسألة؟ تلت المتباع، لأنه أصلا يملك الثلث، فلا يشفع إلا بقدر نصيبه في الملك. فهمت؟ فما يشفعش في التلتين ولا يشفع في التلت كامل. فهمت؟ لا لا، ده هنا اصل ما فيش، لا هنا بياخد النص كامل لانه على قدر نصه، لكن في هنا القطعة وقف، فهو يملك التلت مش يملك النص. في الصورة دي يملك التلت، الصورة اللي انت بتقولها ده يملك النص. فهمت؟ بس ده الصورة مختلفة، لانه النصيب والتاني الوقف ده مش ملك حد، ده ملك الله وربنا ما بيبيعش. ما هو الوقف ده خرج من ملك الانسان الى ملك الله وربنا ما بيبيعلكش، خلاص فضل الموقوف. فاهم؟ يبقى احنا ما بنتكلمش الا على تلت المساحه، كل الكلام كله على تلت المساحه، لان في تلت انت تملكه وتلت تباع والتلت التاني ما فيش كلام عليه. فهمت بقى المساله؟ بخلاف اما تبقى مناصفه، مناصفه ما فيش وقف، ده يملك. فهمت بقى؟ طبعا هو ده اللي خلى المساله مختلفه. أحكام الوقف أصلا لما تيجي تدرسها تخليك تتصور المسألة بالظبط. نقرأ تاني الحتة دي. ولشريك في وقف يقسم أفرازا، أو يقسم أفرازا تنفع الاثنين، بأن كانت الأرض مستوية الأجزاء، إذا باع شريك له آخر نصيبه بأن كانت الأرض مشتركة بين ثلاثة لكن ثلثها وقف على شخص وثلثاها الباقيان لشخصين. افرض وقف على شخص معين، الشخص الموقوف عليه ده مش مالك. فهمت ازاي؟ لانه ما يملكش الرقبة، ممكن تبقى شخص او جهة ما تفرقش يعني. وممكن تبقى شخص غير معين، يقول لك طالب علم لحد ما يطلب العلم كده ويخلص يقوم يمشي ونجيب طالب علم تاني نصرف عليه لحد ما يخلص ويبقى عالم نجيب طالب علم تاني.
يبقى على صفة يعني. الشخص موصوف بصفة ممكن يعني. طب نخلص بس الصورة دي وبعدين تزل. وثلثاها الباقيان لشخص آخرين فباع أحدهما ثلثه لآخر فيأخذ شريك المالك للثلث الباقي الثلث المبيع على المعتمد. يبقى معناها على المعتمد يعني معناها فيها خلاف المسألة في أوجه تانية بقى. أقول لك يثبت لي كله مثلا، بس احنا بنتكلم على الراجح. كويس. من جواز قسمة الملك عن الوقف قسمة إفراز وهو ما اختاره الريان. اصل لما يقول لك في فدان وقف على المشاع هل يجوز قسمته افراز وهو في وقف على المشاع ولا لا يجوز؟ وجهان عند الشافعي. فعلى الوجه اللي اجاز التفريز مع وجود الوقف في المشاع يجوز لي انه ياخد كله. فهم؟ فهمت المسألة؟ فهي بتختلف على حسب انت حتى ماشي على اي قاعدة. فيأخذ الشريك المالك للثلث الباقي الثلث المبيع على المعتمد من الثلث المبيع على المعتمد من جواز قسمة الملك عن الوقف. يبقى هنا ياخذ الفدان كله مش ثلث المبيع، الثلث المبيع مش كده برضه؟ لأنه باع ثلث الأرض يبقى كأنه هياخذ الفدان كله. من جواز قسمة الملك عن الوقف قسمة إفراز وهو ما اختاره الرياني والنووي خلافا لما أفتى به البلقيني من أنه لا شفعة له لامتناع قسمة الوقف عن الملك، ملوش شفعة خالص. بخلاف الشريك الموقوف عليه شخصه فلا شفعة له إذا باع شريكه لانتفاء ملكه عن الرقبة. بخلاف الشريك الموقوف عليه اللي هو الشخص الموقوف عليه ده ما ينفعش ياخد بالشفعة على أي حال. فلا شفعة له إذا باع شريكه لانتفاء ملكه عن الرقبة. قوله بسبب الشركة أي بسبب هو الشركة، فالإضافة للبيان هو متعلق بيثبت أو بحق بمعنى استحقاق أو بتملك والأول أقرب. وكذلك قوله بالعوض، لكن الباء الثانية باء العوضية والأولى باء السببية كما لا يخفى، فليس فيه تعلق حرفي جر اللي هو الباء يعني الباء هنا والباء هنا بمعنى واحد بعامل واحد حتى يحتاج إلى الجواب عنه بأن الأول تعلق به وهو مطلق والثاني تعلق به وهو مقيد. وإن أجاب بذلك الشيخ عطية ولو قال بدل قول بالعوض فيما ملك بمعاوضة لكان أولى لاشتمال التعريف حينئذ على جميع الأركان المتقدمة. يبقى لازم يكون التملك بعوض عشان يثبت إيه؟ إنما لو قال إليه إرثا مش بعوض. فهمت إزاي؟ يبقى ما ينفعش. أو هبة أو وصية أو فسخ، حاجات صور كتيرة اللي هي بغير معاوضة ده مالوش شفعة. واضح؟ يا سيدي في صورة المسجد الملك قال إليه إما بشراء أو هبة مذكورة كذا. أيوه في صورة الهبة في شعور بشراء أو هبة ليصرف في عمارته فباع شريك حصته. كلمة أوهبة دي بقى إيه؟ تلاقي أوجه بعض الوجوه، لكن إحنا عندنا مثلا الإرث والهبة بلا ثواب، يبقى في هبة بثواب وهبة بلا ثواب. كويس؟ لو هبة بثواب يعني وهبه مقابل إن ثوابه اللي يطلع منها ينفق على المسجد، تبقى هنا يثبت فيها الشفعة الهبة اللي بثواب، إنما الهبة اللي بلا ثواب لا يثبت فيها الشفعة. فهم؟ ما هو الهبه نوعان. احنا عندنا بسم ايه المصريين يقول لك انا بنقط بنته في الفرح على اساس انه ما يجي يجوز بنته الثاني هياخد. طب اسمها هبه بثواب دي. انما الهبه اللي بغير ثواب اللي هو بيديها وما ينتظرش اصلا حد يردها له. فهمت ازاي؟ ايوه في صوره المسجد هو اللي كان مستحق للاخذ في الشفعه، لكن الشرط اللي احنا بنتكلم فينا اللي هو الشريك الجديد لو قال اليه بالميراث او قال اليه بطريقه غير المعوضه هو ده اللي ما ينفعش ياخد منه بشفعه. فالكلام متفق. ايوه الجهه مختلفه. فنيجي نشوف هنا بيقول ايه قول وشرعت. ليه بقى شرعت الشفعه اساسا؟ العله في تشريعها لدفع الضرر، اي ضرر مؤنه القسمه.
واستحداث المرافق في الحصة الصائرة إليه لو قسم كالمصعد والمنور والبلوعة وغير ذلك. وهذا الضرر كان يمكن حصوله قبل البيع، وكان من حق الراغب في البيع أن يخلص صاحبه منه للبيع له. يعني ضرر القسمة ده كان ممكن قبل ما يبيع يطلب من شريكه نقول له يلا نقسم، فيقوم شريكه يقول له بدل ما نقسم انا اشتري منك، لكن لا، ده هو تعدى ده كله وراح جاب له واحد غريب. فهمت ازاي؟ فلما تعداه الشرع وقف جنب الجانب الضعيف اللي هو المضرور واداله حق قهره. وكان من حق الراغب في البيع ان يخلص صاحبه منه بالبيع له، فلما باع لغيره سلطه الشرع على اخذه منه قهرا. ونقف على قول والشفعة، يعني استحقاق التملك القهري واجبة، نقف عند دي، مش هنقدر نخلص الكمية وإلا هنصهركم. والله تعالى أعلى وأعلم. في سؤال في اللي فات؟ هنبقى نقرأ أحكام الوقف دي بعدين بقى. الرجع عندنا لا، طالما وقفوا لا. وبعدين في تفاصيل بقى في الوقف كتيرة. لو وقفوا مثلا على الفقراء ثم صار فقيرا، هل له أن يأكل من وقفه؟ يعني أنا أوقفت المال ده بتاعي ده أن ينفق للفقراء وأنا ما كنتش فقير، وبعدين جرى بي الزمن ولقيت نفسي محتاج، فهل يجوز أن أنا أخذ من الوقف ده أم لا؟ مذاهب. فهمت إزاي؟ لأن تغيرت صفتي. فهمت بقى؟ إعلامية دينية ولا إعلامية صحفية؟ ما لا، يعرض الموضوع ده على دار الإفتاء الأول، نشوفه هو بيقوله إزاي ومكيفه أي تكييف، وتيجي دار الإفتاء بقى تعمل لجنة تقعد تدرسه وبعدين يردوا عليه، مش أنا اللي، لأن أنا مش عارف إيه كلامه بالظبط بتفاصيله. لكن على أي حال، يعني الحيل الفقهية للهروب من الواجبات الدينية مش خلق المسلم السوي. المسلم استوي ما يعملش كده، انما المسلم المتلاعب هيتلاعب به كما تتلاعب يتلاعب بك، فربنا ينجينا يا سيدي. لكن على اي حال، الحيل الفقهيه لرفع الحرج عن المسلمين مطلوبه، فالحيله الفقهيه احيانا لها دور واحيانا ما لهاش دور، واحيانا تبقى مكروهه واحيانا تبقى حرام. والحيل وردت في القران، يعني قال ايه؟ واضرب ايه؟ خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث ان وجدناه صابرا مثلا. بيع الجنيب بالدراهم، او بيع الدقل بالدراهم واشتري به جنيبا، وهكذا. يعني احوال كثيره بينت ان الحيله الفقهيه ورده في الشرع الشريف يعني. لكن في الامور التي ايه؟ تمنعك من الوقوع في الحرام، مش تبقى، لكن الحيله اللي توقعك في الحرام هي دي اللي بتبقى مش فعل. احتال عشان اقع في الحرام يعني، وامنع نفسي من الزكاه، اقوم اهب ولادي مالي قبل حلول الحول باسبوع، وانا من حقي عند الشافعيه ان الوالد يرجع لهبته لاولاده، الاصل يرجع في الهبه للفرع، وبعد ما يحول الحول ويعدي اروح رجعت في الكلام خدت المال تاني، واعمل كده كل سنه ما طلعش زكاه خالص. من حيث الشرع الاحكام الفقهيه مفيش مشكله، لكن من حيث الاحكام الدينيه بينك وبين ربنا انت متلاعب. فهمت؟ فالتلاعب ده ما يصحش يعني، والله تعالى اعلى واعلم. لو صاحب الشقه معهوش ثمن العين، صاحب الشقه لو معهوش ثمن العين، لو ما يملكش ثمن العين اللي هو ياخدها يعني، يبقى ما يرفعش الشقه، لكن ممكن يقسطها، ممكن يقسطها يستلفها من مصر. لا، الثاني مالوش دخل، ما يقدرش يلزمني، ما يقدرش يلزم الشريك القديم المشتري الحادث، ده حكم قاضي يقول لي انت تاخده بالشفعه، قول له بس انا ما كنتش مستعد اشتري اليمن، هقسطها خمس سنين، يقول له خلاص قسط خمس سنين. طب والتاني ما هو مضرور، طب ايه اللي يخليه يدخل يشتري في المشاعر؟ ما هي مجازفه. عشان كده الناس صحاب المال ما يرضوش يشتري في المشاعر، الناس الواعيه يرضوش يشتري في المشاعر كمان، ما يزيدش عليه. يعني وما يزودش بما ملك.
فهمت ازاي؟ بس لكن هو ما عندوش بقى خالص ولا عنده امكانيات، يبقى ما يلزموش، يسكت بقى، يحط ايه لسانه بقه يسكت، هيعمل ايه؟ والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله.